أعزائي المشاهدين، السلام عليكم. أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو عن لعبة جديدة، هي لعبة الدامة. في الحقيقة بعض المتابعين في القناة طلبوا شرح هذه اللعبة. كلمة الدامة مشتقة من الكلمة الألمانية دامة، وتعني قطعة الوزير في لعبة الشطرنج، ومنها اشتقت كلمة العربية ضامة أو الضامة، تسمى في بعض الدول العربية. لعبة شبيهة بالشطرنج، جميلة جدا، أسهل من الشطرنج، لا تعتمد على الحظ وتعتمد على الخبرة والتخطيط والتفكير. تلعب على لوحة شطرنج، تستبدل قطع الشطرنج بهذه الأقراص، ممكن استخدام أقراص لعبة الطاولة مثلا. مثل الشطرنج يكون لكل لاعب جيش مكون من 12 قطعة. هذا الجيش الأبيض، لاحظ عزيزي المشاهد، 12 قطعة موضوعة على المربعات السوداء، والأسود يملك أيضا 12 قطعة موضوعة على المربعات السوداء. هذا معناه أنه فقط المربعات السوداء يتم اللعب عليها، المربعات البيضاء هي ليست جزء من اللعب، يعني يتم اللعب فقط على 32 من أصل 64 مربع. غرض اللعبة طبعا هو الفوز بواسطة قتل كل أحجار أو ضرب كل أحجار الخصم. هنا تختلف عن الشطرنج، في الشطرنج الغرض هو قتل قطعة واحدة فقط هي الملك، فإذا استطعت أن تقتل الملك وكل القطع الأخرى لا زالت على الطاولة فأنت أيضا تفوز، ولكن هنا تفوز بطريقتين، يا أما تضرب كل القطع الخصم عندها تفوز، أو تدفع الخصم باتجاه بحيث لا يستطيع أن يحرك أي قطعة متبقية عندها تفوز أيضا. هذا الموقف سنشرحه لاحقا. هذا بالنسبة للبداية، يبدأ دائما اللاعب الأبيض وثم يلعب الأسود، وهكذا يتناوب اللاعبان اللعب. كيف تتحرك الأحجار؟ سهلة جدا، القطع تتحرك فقط إلى الأمام، القانون آسف القانون الأول، يعني القطع البيضاء تتحرك فقط إلى الأمام بهذا الاتجاه، والقطع السوداء تتحرك باتجاه الأبيض، يعني من وجهة نظر الأسود تتحرك قطعه أيضا إلى الأمام. مثل الحرب، جيشين يلتقيان ثم يتقدمان باتجاه بعضهم البعض ويتقاتلان. معنى ذلك أنه القطعة تتحرك فقط إلى المربع المجاور الفارغ من نفس اللون، يعني مثلا هذه القطعة تتحرك بهذا الشكل لأنه هذا المربع من نفس اللون على اليمين فارغ، وتتحرك أو تتحرك بهذا الشكل. هذه هي قانون الحركة، سهل جدا. هذه القطعة مثلا ممكن تتحرك بهذا الشكل أو بهذا الشكل، هذه القطعة على الجانب تستطيع فقط أن تتحرك بهذا الشكل لأنه لا يوجد مربع على اليسار. هذا أيضا معناه أنه القطع الأخرى خلف هذه القطع لا تستطيع في البداية أن تتحرك، هذه القطعة لا تستطيع أن تتحرك إلى الأمام لأنه المربعان المجاوران ليس فارغ. نفس الشيء هذه القطعة وهذه كل القطع لا تستطيع أن تتحرك في البداية، إذا تحركت هذه القطعة بهذا الشكل ممكن عندها هذه القطعة تتحرك بهذا الشكل، وممكن عندها هذه تتحرك بهذا الشكل، يعني التحرك يتم فقط إلى المربع المجاور من نفس اللون وفقط إلى الأمام. لو تحركت مثلا هذه القطعة بهذا الشكل عندها لا تستطيع الرجوع إلى الخلف، تستطيع فقط أن تتقدم إلى الأمام، أي الصف القادم، هذا المربع أو هذا المربع بهذا الشكل أو بهذا الشكل. إذن هذا القانون سهل جدا، القطع لا تتحرك فقط إلى الأمام، لا تستطيع الرجوع إلى الخلف، وإذا كان المربع مشغول مثل هنا فهذه القطعة لا تستطيع أن تتحرك إلى المربع المشغول، تتحرك فقط إلى المربع الفارغ. ما ينطبق على الأبيض ينطبق على الأسود ولكن بالاتجاه المعاكس، يعني القطع تتحرك بهذا الشكل بهذا الشكل بهذا الشكل بهذا الشكل بهذا الشكل وهكذا. هذا بالنسبة إلى قانون التحريك، كيف تتحرك الأحجار. طبعا نحن في لعبة حرب، فبالتأكيد هناك قتال، يعني القطع تستطيع أن تقتل أو تضرب بعضها البعض. كيف يتم القتل؟ سهل جدا، يتم القتل بالقفز، يعني إذا مثلا لو كانت هذه القطعة السوداء موجودة هنا عندها تستطيع هذه القطعة البيضاء أن تضرب هذه القطعة السوداء لأنها مجاورة إلها، والقطعة المربع بعدها فارغ، يعني هذه القطعة تستطيع أن تقفز فوق القطعة السوداء بهذا الشكل ثم ترفعها من على الطاولة وتضعها على الجانب. الآن
هذه القطعة البيضاء، أعيد، هذه القطعة البيضاء ضربت هذه القطعة السوداء بنقلة واحدة، تقفز فوقها ترفعها من الطاولة. نفس الشيء هذه القطعة ممكن أيضا أن تقفز فوق هذه القطعة، لأنه المربع اللي بعدها فارغ بهذا الشكل، وترفعها من الطاولة. هكذا يتم ضرب القطع في هذه اللعبة. إذا كان مثلا هذه القطعة موجودة هنا، عندها لا تستطيع هذه القطعة القفز فوق هذه القطعة، لأنه المربع المباشر بعدها ليس فارغ، فهذه القطعة لا تستطيع أن تقفز إلى هنا لأن هذا المربع مشغول، ولا تستطيع هذه القطعة أن تقفز فوق قطعتين متجاورتين إلى هنا، هذا أيضا غير مسموح. في هذه الحالة ممكن فقط الأبيض يقفز بهذا الشكل. لماذا؟ لأنه قطعة منفردة وخلفها مربع فارغ، فالقتل يتم دائما فوق قفز قطعة واحدة فقط. نفس الشيء ينطبق على اللاعب الأسود بعكس الاتجاه، يعني الأبيض يقفز بهذا الشكل، والآن ممكن الأسود يقفز بهذا الشكل. هذه آلية الضرب. ممكن طبعا ضرب أكثر من قطعة واحدة بنفس النقلة. مثلا لو كانت هذه القطعة السوداء هنا وكانت قطعة سوداء هنا، عندها هذه القطعة البيضاء تستطيع أن تضرب هذه القطعة لأنه مربع المباشر فارغ، ثم تستمر بالقفز إلى هنا، أي تضرب القطعة الأولى لأنه هذا المربع فارغ، ثم تستمر بالقفز وتضرب القطعة الثانية، ثم ترفع القطعتين من الطاولة. هذا ممكن ضرب مزدوج. ممكن حتى ضرب أكثر من قطعة. لو كان عندنا الموقف مثلا بهذا الشكل، نفرض تستطيع هذه القطعة أن تضرب ثلاث قطع، واحد اثنان ثلاثة. لماذا؟ لأنه المربعات القطعة السوداء فيها فراغ واحد فقط، يعني ممكن تقفز واحد ثم تستمر بالقفز اثنين ثم تستمر بالقفز ثلاثة، والآن تم ضرب ثلاثة قطع في نقلة واحدة. لا يجوز لو كانت بهذا الشكل مثلا، الآن لا يجوز ضرب هذه القطعة وهذه القطعة، تستطيع فقط هنا أن تقفز إلى هذه القطعة وتضربها لأنه المربع اللي بعدها فارغ، فلا تستطيع أن تقفز هكذا ثم تقفز هكذا، هذا غير مسموح به. لو تقدمت هذه القطعة إلى هنا، عندها تستطيع هذه القطعة البيضاء القفز واحد ثم القفز اثنين بهذا الشكل. ممكن أيضا القفز بشكل يشبه الزوايا، يعني مثلا لو كان عندنا الموقف بهذا الشكل، ممكن هذه القطعة تضرب هذه القطعة الثلاث، فهي تقفز أولا فوق هذه إلى اليسار، ثم تقفز فوق هذه إلى اليمين، ثم تقفز فوق هذه إلى اليسار، وتم ضرب هذه القطع الثلاث. لا يجوز مثلا، الآن لا يجوز ممكن ضرب فقط هذه القطعة بهذا الشكل، ولا يجوز ضرب هذه القطعة بهذا الشكل ثم القفز بهذا الشكل، هذا لا يجوز. هذا يجوز فقط إذا تقدمت هذه القطعة إلى هنا، عندها ممكن ضرب هذه القطعة وهذه القطعة بنقلة واحدة. إذن عزيزي المشاهد، هذا هو كل ما يتعلق بقانون الضرب. ممكن ضرب قطعة واحدة أو أكثر من قطعة واحدة إذا كانت القطع موجودة على الأوتار بحيث تكون متناوبة، يعني قطعة سوداء مربع فارغ، قطعة سوداء مربع فارغ. نقطة مهمة جدا في هذه اللعبة عزيزي المشاهد، أنه الضرب هو إجباري. يعني مثلا لو تبدأ المباراة، نعيد ترتيب الأحجار، لو تبدأ المباراة دائما يبدأ الأبيض، والأبيض يلعب مثلا بهذا الشكل، عندها لاعب الأسود بهذا الشكل، الآن يجب على اللاعب الأبيض أن يقفز ويضرب هذه القطعة. لا يستطيع الأبيض أن يحرك القطعة إلى اتجاه آخر أو يلعب قطعة أخرى، مثلا يقدم هذه بهذا الشكل، لا يجوز. الضرب إجباري. إذا اللاعب قدم لك إمكانية للضرب، يجب أن تقفز فوق هذه القطعة. الآن الضرب إجباري للأسود أيضا، لكنه يستطيع أن يختار أما يقفز بهذه القطعة أو بهذه القطعة. نفرض مثلا هو يختار يقفز بهذا الشكل، إذن الضرب هنا إجباري. نقطة مهمة أيضا شبيهة بالشطرنج، هي فكرة الترقية. يعني هذه القطع البيضاء تتقدم إلى الأمام بشكل صفوف،
وإذا وصلت إلى الصف الأخير، يعني هذه المربعات الأربعة، فالقطعة التي تصل يتم ترقيتها إلى وزير أو إلى دامة، وهذا هو اسم اللعبة. فالقطعة يتم ترقيتها من قطعة عادية إلى دامة، يعني مثلا لو نفرض هذه القطع غير موجودة، ونفرض الموقف مثلا بهذا الشكل، عندها الآن دور اللاعب الأبيض، فالنقلة القادمة ممكن يلعب يصل بالقطعة إلى الصف الأخير، وعندها يضع يختار قطعة من القطع المضروبة ويضعها فوق القطعة التي يريد ترقيتها في الصف الأخير. هذه القطعة المزدوجة الآن عزيزي المشاهد هي قطعة الدامة، هذه تسمى دامة. نفس الشيء لو وصلت قطعة سوداء، لو وصلت قطعة سوداء إلى الصف الأخير، يعني إلى هنا أو إلى هنا، نفس الشيء دور اللاعب الأسود يقدم القطعة ويأخذ قطعة مضروبة ويضعها فوقها، فأصبح للأسود الآن أيضا قطعة، هي قطعة مزدوجة آسف، وهي تسمى الدامة. الآن اللاعب الأبيض لديه دامة واللاعب الأسود لديه دامة. الآن عدد هذه القطع، حتى لو وصلت قطعة أخرى هنا إلى الأخير، لا يمكن ترقية هذه أيضا إلى دامة أخرى. هناك أنواع من اللعب، في بعض الأنواع من هذه اللعبة يمكن عمل ذلك، وفي بعض الأنواع يسمح فقط بوجود دامة واحدة. الآن كيف تتحرك الدامة؟ حتى نشرح ذلك سأزيل بعض القطع. قطعة الدامة تستطيع أن تتحرك إلى الأمام والخلف، يمين ويسار، على كل الأوتار، يعني تستطيع أن تتحرك بهذا الشكل على كل الوتر لأنه فارغ، تستطيع أن ترجع بهذا الشكل، والآن تستطيع أن تنتقل بهذا الشكل، بهذا الشكل، بهذا الشكل، بهذا الشكل. قطعة قوية جدا طبعا، الأمام والخلف. نفس الشيء لا تستطيع أن تقفز فوق أحجار من نفس النوع، يعني هنا القطعة الدامة تستطيع أن تتحرك إلى هنا فقط أو بهذا الشكل أو الرجوع، لكنها لا تستطيع أن تقفز فوق قطعة من نفس اللون. تستطيع طبعا أن تضرب أحجار الخصم. الآن هذه الدامة تستطيع أن تقفز فوق هذا المربع، فوق هذه القطعة بهذا الشكل، هذا مسموح. وحتى لو كانت القطعة إلى الخلف تستطيع أن تقفز إلى الخلف وتضرب القطعة. إذا كانت الدامة بعيدة، كانت هنا مثلا، فهي تستطيع أيضا أن تضرب هذه القطعة، أن تقفز فوقها بهذا الشكل، الآن تم ضرب القطعة، أو تقفز إلى هذه النقطة أو إلى هذا المربع. المهم مربعات فارغة، ثم تقفز فوق قطعة منفردة وتنزل في أي مربع فارغ بعدها، يعني بهذا الشكل أو بهذا الشكل أو بهذا الشكل، وتضرب هذه القطعة. ممكن طبعا بالدامة ضرب أكثر من قطعة سوداء، يعني لو كان عندنا بهذا الشكل ممكن 1 2 3، حتى لو كانت المسافة مثلا بهذا الشكل أيضا الآن ممكن 1 2 أو 1 إلى هذه النقطة ثم إلى هذه النقطة، يعني لا يوجد فرق، أو إلى هذه النقطة ثم إلى هذه النقطة، كلها ممكنة ما دامت المربعات منفردة، القطع منفردة وبينها فراغات فتستطيع القفز. لو كانت بهذا الشكل لا تستطيع القفز فوقها، إذا كانت بهذا الشكل تستطيع فقط أن تقفز إلى هنا، لا تستطيع أن تقفز فوق قطعتين متصلتين. الآن لو دور اللاعب الأسود ويلعب بهذا الشكل تستطيع أن تقفز فوق هذه وفوق هذه بهذا الشكل، ثم يتقدم الأسود بهذا الشكل ولا يستطيع الأبيض إيقافه، فتكون لديه دامة أيضا ويكون نهاية اللعب التعادل. هذا إذن عزيز المشاهد بالنسبة للدامة، من حق كل لاعب أن يرقي قطعة واحدة فقط وتصبح دامة، وعدد الدامة فقط قطعة واحدة، ممكن الخصم أيضا يكون عند قطعة الدامة. هناك كما وعدتكم في البداية حالة أخرى يفوز بها الأبيض، وهي إذا مثلا ضرب كل أحجار الخصم فيفوز، أو إذا كان الموقف مثلا بهذا الشكل، نفرض مثلا الآن دور اللاعب الأبيض مثلا ويلعب بهذا الشكل، عندها يأتي دور اللاعب الأسود، فهو لا يستطيع أن يحرك أي قطعة، هذه القطعة الوحيدة المتبقية وهذه لا يستطيع أن يحركها لأنه لا يستطيع أن يقفز فوق هذه، فالآن أيضا يخسر اللاعب الأسود
على الرغم من أنه لديه قطعة واحدة، لكن يخسر لأن يأتي دوره ولا يستطيع أن يحرك أي قطعة متبقية. عندها أيضا أنت تفوز، اللاعب الأبيض يفوز في اللعبة. إذن عزيزي المشاهد، هذا كل ما يتعلق بهذه اللعبة. طبعا هناك يعني أنواع أو ألوان أو أشكال مختلفة من هذه اللعبة كثيرة جدا. هناك الدامة الألمانية، الدامة الفرنسية، الدامة البولندية، الدامة الروسية، هي تختلف في أشياء قليلة. يعني في بعض مثلا في الدامة البولندية ممكن التقدم إلى الأمام خطوة واحدة، وممكن حتى الرجوع إلى الخلف. وفي بعض الأنواع إذا تم ترقية جندي وترقيته إلى دامة وثم جندي آخر، ممكن أيضا ترقيته وممكن يحصل عندك اثنين دامة، يعني اثنين وزير. هذه في نسخة أخرى من هذه اللعبة. لكن الشكل الأساسي للعبة هو كما شرحنا، وهي الدامة الاعتيادية المتداولة. عزيز المشاهد، اتفرج الفيديو، تعلم هذه اللعبة، مارسها، لعبة جميلة لا تعتمد على الحظ، تعتمد على التخطيط والتفكير، وتمتع بها وعلمها للغير. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.